يحتفل الشعب المغربي في 30 من شهر يوليوز من كل سنة بعيد العرش المجيد، وهو ذكرى اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. وإذا رجعنا إلى الوراء سنجد أن تاريخ عيد العرش ارتبط بملحمة التلاحم الشعبي مع العرش منذ فترة الحماية، عندما قررت الحركة الوطنية إقرار هذا الاحتفال احتفاء بجهود جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه آنذاك في الصمود ومقاومة الاحتلال والحماية وسلطات الحماية. وفي عهد جلالة الملك محمد السادس شهد المغرب في هذه العقدين الأخيرين تحولات مهمة جدا وكبيرة في إطار الثوابت الوطنية وفي إطار استقرار المغرب. وأول ملف شهدنا فيه تحولا كبيرا هو ملف الصحراء المغربية، الذي أصبح اليوم الحمد لله يحظى باهتمام دولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحتى تزايد الاعترافات بمغربية الصحراء، وهذا يعطي للمغرب تقدم بالمقارنة في مواجهة الأطروحة الانفصالية. لكن شهد المغرب الحمد لله أيضا تحولات على المستوى الاقتصادي، على مستوى البنية التحتية، على مستوى تأهيل المدن، على مختلف المستويات، وهذا الحمد لله بفضل قيادة جلالة الملك وجهود مختلف القوى الوطنية وجميع وعموم الشعب المغربي في تلاحمه مع العرش لبناء مغرب مزدهر قوي ومتقدم حالا ومستقبلا إن شاء الله.